بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي طلاب الصف الرابع العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سهل جدا، هو الورقة. النتاجات التعلمية لهذا اليوم، يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يعرف الورقة، يتعرف على وظيفة الورقة، يوضح التركيب الخارجي للأوراق، يلخص التركيب التشريحي لورقة نبات ذوات الفلقتين، يقارن بين خلايا الميزوفيل العمادية وخلايا الميزوفيل الإسفنجية. عرف الورقة عزيزي الطالب، ما هي الورقة؟ تراكيب مسطحة تحمل أو تحمل على عقد الساق، وتعتبر الأوراق من أهم أجزاء النبات، حيث تستطيع امتصاص الطاقة الشمسية، وفي وجود CO2 ومادة الكلوروفيل يستطيع النبات تخليق غذائه العضوي بعملية البناء الضوئي. عزيزي الطالب، مثل ما تعرف إنه الورقة هي مصنع الغذاء في جسم النبات، وهذه التراكيب المسطحة تكون معرضة للشمس وتحتوي على بلاستيدات خضراء. هذه البلاستيدة الخضراء تحتوي على مادة اسمها مادة الكلوروفيل صبغة. هذه الصبغة تمتص ضوء الشمس، تحول إلى طاقة كيميائية، يستفاد من هذه الطاقة بفعاليات سوف تأخذوها بالخامس العلمي، اسمها تفاعلات الضوء وتفاعلات الظلام لتخليق سكر، يعتبر غذاء نباتي هو سكر الجلوكوز، وبعملية مشهورة اسمها البناء الضوئي أو التركيب الضوئي أو التمثيل الضوئي. عزيزي الطالب، هذا أيضا نقدر نعتبره تعليل. تعتبر الورقة أهم أجزاء النبات، حيث تستطيع امتصاص الطاقة الشمسية، وبوجود CO2 ومادة الكلوروفيل يستطيع النبات تخليق غذاء العضوي بعملية البناء الضوئي. ما هي وظيفة الورقة؟ أمامك وظائف الورقة هي القيام بعملية البناء الضوئي، التبادل الغازي عن طريق الثغور اللي تنتشر على سطحي الورقة وخاصة السطح السفلي، والقيام بعملية النتح. عملية النتح شنو؟ هو خروج بخار الماء من جسم النبات. أما ليش تتوزع الثغور بالسطح السفلي أكثر من السطح العلوي؟ فهذا يمكن أيضا أن يكون تعليل، لكن هو ما موجود عندك بالكتاب، ولكن لابد من أن نذكره لك، لأن السطح العلوي دائما يكون معرض لأشعة الشمس، فبالتالي معرض جسم النبات لدخول أشعة ضارة، هي الأشعة الفوق البنفسجية، فتكون الثغور موزعة بالسطح العلوي بعدد قليل، بينما بالسطح السفلي بكميات كبيرة، وكذلك حتى لا يدخل أتربة وتعمل على غلق هذه الثغور. ما هي أشكال وأحجام الأوراق؟ مثل ما تعرفون أن الأوراق النباتية بأشكال وأحجام مختلفة، فمنها الأوراق اللي بالحجم والشكل الاعتيادي، ومنها ما يصل إلى 6 متر كما في نخيل التمر، وأمامكم صور توضح هذا الشيء على يسار الشاشة، ومنها الدائري كما في الخباز، وقد يصل قطرها إلى 150 سنتيم كما في نبات الملكة فيكتوريا. وأمامكم أيضا أسفل الشاشة صورة لورقة الملكة فيكتوريا، وعندنا أمامكم سعف النخيل اللي هو أيضا ورقة نباتية واضحة بالصورة. وأيضا عندنا منها الشريطي كما في الذرة والأرز والقمح، وأمامكم موضح على الشاشة أو يسار الشاشة بالصورة.
وكذلك عندنا أنبوبية كما في البصل، تكون بشكل الأنبوب هذه الورقة كما في البصل، والصورة واضحة أسفل الشاشة. ما التركيب الخارجي للأوراق عزيزي الطالب؟ أمامكم صورة توضح لنا تركيب الورقة ومؤشر على أجزائها. أول شيء قاعدة الورقة، مكان اتصال وارتكاز الورقة على الساق، ويوجد على جانبي القاعدة أذينتان لحماية البرعم. المكان انتصال الورقة قلنا توزع أو في مكان اسمه العقدة اللي هي موجودة على الساق، ترتبط قاعدة الورقة اللي هي أولى أجزاء الورقة. وعندنا عنق الورقة اللي هو تركيب أسطواني يحمل النصل بعيدا عن الساق، وتسمى الورقة معنقة. وعندما يغيب العنق تسمى الورقة جالسة، ويساعد العنق تعريض الورقة إلى الضوء. إذن هذا أمامكم عنق الورقة اللي مؤشر بالصورة، هذا إذا غاب تسمى الورقة جالسة، أما إذا موجود فالورقة معنقة. نصل الورقة الجزء الأخضر المفلطح والرقيق، أمامكم الجزء العريض يسمى نصل، يخترقه طوليا عرق وسطي تتفرع منه عروق ثانوية، وتكون متشابكة في ذوات الفلقتين ومتوازية في ذوات الفلقة الواحدة. إذن هذا التعرق اللي أمامكم يكون شبكي في ذوات الفلقتين، يعني بشكل الشبكة، ومتوازي في ذوات الفلقة الواحدة. والنصل أما أن يكون بسيط مكون من قطعة واحدة، أو يكون مركب مثل ورقة التين، تكون أكثر من نصل مركبة، إذ يتجزأ النصل إلى عدة أجزاء منفصلة. وورقة الباقلاء تعتبر من النوع المركب، مركبة ريشيا، حيث يتألف النصل من عدة ورقات. إذن ورقة الباقلاء أيضا تعتبر من النوع المركب. هذه عندنا أشكال وأنواع النصول في الأوراق أمامكم. هذا رسم مطلوب من عندكم بالدفتر أمامكم. هذه عندنا طبعا هذا النصل الأول واحد اللي هو السهمي، وهذا عندنا أيضا ورق أو ورق أوراق أو غصن للأوراق، وعندنا هذه الورقة المركبة ثالث وحدة على يمين الشاشة. ما التركيب التشريحي لورقة ذوات الفلقتين؟ التركيب التشريحي أعزائي الطلاب، الجزء أو النسيج الأول هو البشرة. من نشرح الورقة أول ما نلقى البشرة، حيث تتركب من طبقة واحدة متراصة من الخلايا، وهذه نسميها بالبشرة العليا. والبشرة السفلى للورقة تتخللها فتحات الثغور للقيام بالتبادل الغازي. والبشرة السفلى تحوي على عدد أكبر من الثغور مقارنة بالعليا، وذكرنا السبب. أمامكم أيضا رسم على يسار الشاشة يوضح لنا طبقة البشرة العليا. الطبقة الأخرى طبقة النسيج الوسطي الميزوفيل، اللي هو نسيج واقع بين البشرة العليا والبشرة السفلى، ويتكون من نوعين من الخلايا، الخلايا العمادية وخلايا النسيج الإسفنجي. أمامكم أيضا بالرسم طبقة الميزوفيل الوسطية اللي هي طبقة العمادية والطبقة الإسفنجية، وعندنا أيضا البشرة السفلى أسفلهن والعرق الوسطي بالمنتصف. وأيضا هذا رسم يوضح لكم توزيع الأوعية اللي هو أسفل الشاشة، بس عندنا رسم أوضح من عنده بالشريحة الأخرى. نأتي إلى الأنسجة الوعائية من ضمن التشريح الداخلي لورقة ذوات الفلقتين. الأنسجة الوعائية أعزائي الطلاب، حيث
يوجد عرق وسطي تتفرع منه العروق الثانوية مثل ما لاحظنا بالأوراق، وتوجد في الأنسجة الوعائية في العرق الوسطي الخشب واللحاء، يقع الخشب في الجزء العلوي واللحاء في الجزء السفلي للعرق الوسطي، وأيضا توجد خلايا كولونكيمية فوق وأسفل الحزم الوعائية للتدعيم، وكذلك خلايا بارنكيمية تحيط بالحزمة الوعائية وتتصل بالنسيج الوسطي للورقة تدعى غمد الورقة. هذا أمامكم بالرسم يوضح لنا التشريح الداخلي للورقة النباتية، ومقطع عرضي أمامي تلاحظون بالتأشير الأول اللي هو باندل شيت اللي هي غمد الورقة عند الكلوروبلاست اللي هي البلاستيدات. هذه عندنا فازكولار باندل اللي هي الحزمة الوعائية، وهذه ميزوفيل سيل اللي بالتأشير الثالث اللي هي طبقة الميزوفيل أمامكم على يسار الشاشة بالرسم. نجي ما هو تعريف غمد الورقة؟ خلايا بارنكيمية تحيط بالحزمة الوعائية وتتصل بالنسيج الوسطي للورقة. وين صاير هذا الغمد؟ هذا أمامكم بالمؤشر اللي اتجه صوب الباندل شيت، حيث الغمد يحيط بالحزمة الوعائية لغرض يعني تدعيمها، وكذلك يحتوي على البلاستيدات الخضراء. عزيزي الطالب، هذه مقارنة بين خلايا الميزوفيل العمادية وخلايا الميزوفيل الإسفنجية. الخلايا العمادية تقع أسفل البشرة العليا، الخلايا الإسفنجية تقع أسفل الطبقة العمادية. أما خلايا العمادية فتكون خلايا بارنكيمية مستطيلة وعمودية على البشرة العليا، والمسافات البينية قليلة، بينما الخلايا الإسفنجية خلايا مفككة بينها مسافات بينية كثيرة. النقطة الثالثة بالخلايا العمادية تحتوي على بلاستيدات خضر وتمثل النسيج الأساسي الذي يقوم بعملية البناء الضوئي. هنا النقطة الثالثة بالخلايا الإسفنجية تحتوي على بلاستيدات خضر أقل. التقويم عزيزي الطالب، عدد وظائف الورقة، ما التركيب الخارجي للورقة، قارن بين الخلايا العمادية وخلايا النسيج الإسفنجي في طبقة الميزوفيل الوسطية للورقة. الواجب البيتي الزهرة. شكرا لكم ولحسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم بدروس أخرى.